خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل مشاهد قناة الزيتوني مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بثلاث فينيق لي مصطاد ولي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية. هاد الخيرات تنوريوها للجالية المغربية والناس مال المدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتوني مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. هيا لا ترجع لبنات اولاد بتاريخ 8/10/2024. تبارك الله السي الحاج ياك بخير. وشحال بعليكم الخضره اليوم الابراهيمي؟ 120. باغي نوكلو ديالو. اييه وراه صاحبك راه ديفر يجي عندك. اييه شحال من كيلو هادو؟ 5 لارو. ولا كان شيط عندو الحال. سيدي العرق قال لك الحموزه بخلاص ثلاثه عامين. وشحال بعتي اليوم؟ ب2000 وب2000. هكا ب2000 والتتبيع ب2000. مال مصطفى اخويا مصطفى تاع قرقلة. اها غادي يزورك اوروبا. السي مصطفى لاباس بخير؟ الله يحفظك السي مصطفى. لا عجلو بالفوله تاعتو بكل شيء كما تشوفوا. انا زيتون تبارك الله. اللهم بارك اللحمه الدوي تبارك الله. هادشي مليح الزيتون. قلت لي السي مصطفى غتهرب؟ لا الزيتون البرا. كل بسلامة الهاشمية بلادك. نبقى في بلاد ما تمكنت. لا عمر البلاد. ما تقدش تهرب. لا تدقوا لك الوتاد هنا بقيتي هنا لا انت ولا انا. ما عندنا فين نزيدوا. عاد قال لي امك ماتت قال لي هذاك مبروك عندي كوم اخواني. عندي كوم اخواني. اه. كانوا شايدوا بعد 120 ما تقدكش كل سنة تا خدمة أخرى نديروها. والله كل سنة خدمة من هنا من 12 لعشية من قد 7 ولا 8 نخدمها. نخدمها والله تنخدمها. السمانة ما خلاكش. إيوا أشي. وشحال بعتوا اليوم؟ 19. وكي داير السوق؟ شتكم ما مقاديش. شيقول 100 شيقول 19 ما مقاديش هو. السوق دار شويه. نقولوا لهم عاد السوق دار. والسوق غالي غالي. لا ما تقدر تقول. قلت السوق دار. فين دار؟ قلت دار شويه. قلت السوق ما مقاش. اييه. ما مقاش في البيع. شي يبيع ب 19 شي يبيع ب 100 درهم. ب 1900. تبيعوها ب 1900. 1900 والعجل. انا زيت. المريح كاين. كاين المريح ماشي ما كاينش. خبره هادي يا خويا. ايوا حنا اش غدير؟ مع الوقت حنا ديما هنا. ما فيه ني ثلاثة. فرح ما بقيتش نشوفك. مع السوق اللي ولا يجيب كريت بزاف ولينا كاين اللي يجي يبيعوا له عتمة في المحل. ما كاين فيه. هذا الامين تاع حد ولاد عبد الله بخريم كاع. تبارك الله على محمد. بخير. شحال بعتي الخيرات اليوم؟ 19. شي هذا شي تيبيع 100 درهم وشي 19. كلهم ما تلقى كاين اللي شاري المليح راه يبيع 100 درهم وراك رجعوا في كنا له نقص لنا شويه. كنا له نقص من 2000 هذيك ال 100 ديالنا. ياك؟ اييه. وراه عنده المليح. المليح كاين. المليح ما نتاخروش. اللي عنده المليح ديما المليح المليح ديما واللي كاع اللي عنده المليح راه قول قعد عليه ب 19 ولا 19 و50 18 وشويه 18 لا واش كله وكيفاش هذاك الشيء اللي كاين تبقى كي تبرع عندهم ولا هو هذا الرحالي راجل نقي وراجل زين تبقى هنايا في الثلاث الاولاد وعندهم الحانوت في الحوانت تو الثلاث الاولاد تبارك الله على الرحالي وكي يدير السوق اليوم واش عاود على السوق ياك مزيان خير موجود وبانوا لي شي كسابه ردوا السلعه سما يردوا السلعه موجوده واللحمه خارج
حط عليه القداد الحمالة. تبارك الله. هذا السي زيد. لا شتو يوم شحال نتبيعوا اليوم؟ وش يبيع 100 وش يبيع ب 95 وما كله بلانو كله بلانو تيقول لنا الرحالي هنايا يبيع حتى اليوم 1900 شنو تيقولوا 100 درهم و 19 والله حنا راه محقورين اش نديروا ديال سي زيدو انتم محقورين مسكين تيقول حنا محقورين ها؟ كيف قلت لي انت محقورة كيف ما فهمت؟ لا ما عندناش عين ها؟ كاي الصغر مني ولا هذيك محقور اللي ما فهمتهاش؟ ما عندناش معارف ما تيجيوش عندنا ما عندكش المعارف ما يجيوش عندك هي ما تتطلعش فيهم والله ما خسر الواحد حاجة ما تتخسر الواحد حتى حاجه انت ياك مزن من عندنا حتى بنفسك اياه لا 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 وين انت مشروك مع هذا على حساب هذا علاش ما يجيوش عندك اما انت راه يجيو عندك عندو الحياه ما تيق في المصاحب وانا راه صاحبي عزيز عليا الله يعطيك الخير وانت تشري وبشحال بعتيه؟ 100 درهم هيا على صوبتو اليوم 100 درهم مصوبتين عليها اليوم في الثلاث الاولاد هذا خو الامين تاع حد ولاد عبدون بخريبكا واش منقاش تضحك عايش وجهك واش منقاش ندير طلعات نضحك والله غير رفقيه وخود عدو دعني خود عدو عدو المليح عدو المليح اللحمه حمراء وزينه سير احسب رفقيها 19 سي راه قويسه قويسه هو راه المليح كاين سمعتي المليح راه كاين راه عشر موسكا شحال قلتي 100 هي اللي كاينه 100 اللي كاينه مسوقتين عليها كاملين ولا حتى مسوقتين عليها كاملين ولا حتى وانت شحال؟ ناجحه في البرلمان 2000 ريال انت سمعتي قال انت قلت ياه خاصني بخير ولا لا بس الله يحفظك واش دابا سمعتي قال قلت ياه ما بنتيش لي ديك السيمانه سي الجيلاني عرفتك كنتي مسافر يوم شحال بعتي اليوم 95 درتيها تاتا وين المليح المليح كاين الدروبة لا مليحة كيما احنا في ثلاث ولاد قليل 16 تبارك الله السي مصطفى ياك بخير الاحوال وشت الغلمي ما عندكش علاش؟ الكرجال اليوم مزيانة في الثمن تاعها. اليوم راه 30 كيلو. الكرجال فين 400 2500. 34 كيلو ب 90000. ماشي دخلت ليها. يلا. 34 كيلو ب 90000. 3000 قل 200 ديرو. فعلا راه كاينه حتى 3000 قل 200 في بحث السلوى. ولا خلي هذيك تبغي تعرض لا هذيك كل حي شعمو خلي هذيك زوين زوين راه غيزيدين درع ثلاثه دخلات وهذا تزيدين درع غير عبريو نزيدو واش بغا يعبروا قلنا راه كاين عامر ها قلنا كاين درع حتى دابا زيدو لاباس او دريس بخير هذا جابر تيصاوب الناس وتبقوا سلعتهم ياك السي الحاج ياك لك اليوم برشيد نبريو عليه سبحان الله ولك يخلص الماسور انت تخلص الماسور طن جابر مرحبا ياك بخير ناشد مرحبا الجابر تي القص العدم وتي صوب وشحال بعتي الجابر اليوم 10 كيلو 12 10 كيلو راه يحسب لك ما 19 الله يهديك
وين راه ترقص لا داك جيب البرشيد اللي حسابو زيدوني وبرشيد راه ب 2200 عندهم ياك 100 درهم واخا مرحبا